كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. إذن علاقة بقضية ضحايا الاعتداء الجنسي من طرف فقيه وإمام مسجد ومعلم للقرآن الكريم بقرية بجماعة بلوسة، وبعد أن قام درك رجال درك ملكي بإيقافه يوم الخميس وإنجاز محضر في إطار البحث التمهيدي، حيث تم الاستماع للمشتبه فيه ولا المشتكى به آنذاك، والاستماع لست ضحايا بحضور أولياء أمورهن. تمت إحالة الملف بعد إنجاز البحث التمهيدي على السيد الوكيل العام للملك الذي استنطق المتهم وأحاله على السيد قاضي التحقيق بمطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف دون سن 18 سنة مع الافتضاد والصفة ديالو كمعلم، يعني عنده سلطة ديال الوصاية عليهم، وبالتالي كاين هذا الظرف تشديد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.